السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد، وبدايه يا جماعه مثل ما شفتوا بالمقاطع السابقه ورجيناكم اكثر من لعبه من تصميم عربي، ان كان مصري ان كان سعودي ان كان عراقي وغيره وغيره. طبعا يا جماعه الالعاب كتير كانت حلوه، وتصميم عن جد بينافس وبيغلب التصاميم الاجنبيه، انا هذا الشيء شايفه. طبعا صحيح انه بيتاخر شوي بالتصاميم، بس هذا الشيء يا جماعه كل شيء لازم نعطيه حقه، تمام؟ يعني كل شغله اذا كانت حلوه او جميله رح تصير في عليها وقت زياده مشان تطلع بالشكل الافضل، وهذا الشيء لازم نصبر عليه لحتى يصيروا بشكل افضل. طبعا يا جماعه الخير شفتوا يعني التصاميم كانت بتنافس كثير العاب اجنبيه والعاب يعني معروفه، عرفتوا كيف؟ فان شاء الله بينزلوا عما قريب وبتجربون. واليوم يا جماعه حابب اني اضم لكم لعبه جديده ومن تصميم عربي ومغربي هالمره يا جماعه الخير، رح نضمها لسلسله العاب العرب. طبعا يا جماعه الخير اللعبه رح تكون لعبه شاحنات، رح يكون فيها سيارات وميزات كثير كثير حلوه رح تعجبكم، رح يكون فيها شاحنات وسيارات ويكون في فانات تنقل حمولات صغيره وهيك شغلات، وفي اشياء ثانيه راح احكي لكم عليها بهذا المقطع. طبعا يا جماعه قبل ما نبدا شيء، صلوا على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا من لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل جديد، وبترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. بدايه يا جماعه بالنسبه لاسم اللعبه حاليا مو مختار بشكل دقيق، يعني يمكن يتغير الاسم بالايام القادمه، هذا الاسم راح يكون فقط على النسخه البتا تبع اللعبه. نسخه البتا يا جماعه الخير راح تكون بخلال 5 شهور او 4 شهور بالكثير، ان شاء الله راح تنزل نسخة بيتا، نسخة تجريبية على أجهزة الأندرويد، رح نقدر نجربها وبعدين بده يتغير الاسم، يمكن يضل نفسه، يمكن هذا الشيء أنتم تختاروه، هذا الشيء رح نشوفه بالأيام القادمة. بالنسبة للاسم يا جماعة الخير اسمه هلا حاليا Arabic Truck Simulator. اللعبة يا جماعة تابعة لشركة Mardot Software. اللعبة يا جماعة الخير تصميم عربي ومغربي، وبالنسبة للخريطة الموجودة فيها تصميم يعني حقيقي، يعني هلا حاليا المطورين عم يشتغلوا على بعض الأشياء الموجودة في الخريطة مثل آثار، مثل أماكن او معالم اثريه راح تكون موجوده في اللعبه، يعني شيء يكون مطابق للحقيقه بشكل كامل. وبالايام القادمه بعد ما تنزل النسخه الرسميه راح يصير في توسع بالخرائط، راح تكبر المدينه، راح تكبر الشوارع، وبنفس الوقت راح ينضاف بلدان ثانيه، راح تلحقها خريطه الجزائر وبعدين تونس وليبيا ومصر وكذا وكذا هيك لبين ما توصل لبلاد الشام. وطبعا يا جماعه الخير هذا الشيء من بعد ما انتم تدعموا اللعبه وتعطونا رايكم في التعليقات، شو بتحبوا يضيفوا المطورين على اللعبه وهالاشياء هي. مبدئيا يا جماعه اللعبه رح تكون مثل ما قلنا لكم اوف لاين، بعدين رح يكون فيها اونلاين بالايام القادمه. وبالنسبه للعبه هل يا ترى رح تنزل على الايفون والاندرويد ولا كذا؟ طبعا بدايه رح تكون على الاندرويد، بعدين رح تنزل على الايفون بالايام القادمه، يعني مثل ما بتعرفوا الايفون بيكون فيه شويه صعوبه وفيه اشياء يعني حساسه شوي، عرفتوا كيف؟ فمشان هيك بدايه رح تكون على الاندرويد، ورح يكون في نسخه تجريبيه، ورح ننزلكم النسخه التجريبيه وتجربوها انتم بانفسكم وتكتبوا لنا شو بتحبوا ينضاف على اللعبه، وان شاء الله المطورين رح يشتغلوا عليها. طبعا يا جماعه الخير مثل ما شايفين قدامكم في عنا اول شيء، اول تصميم كان على اللعبه واللي هو شاحنه السكانيا. مثل ما شايفين شاحنه السكانيا عنا اياها بهذا الشكل. طبعا الشاحنه كثير كثير تصميمها هون بدائيا، طبعا رح تكون الشاحنه بهذا الشكل. ففي عنا كمان التريلات رح تكون تريلات مقطورات، وبنفس الوقت تريلا وراس ودنب وهيك مثل ما بسموها. طبعا مثل ما شايفين الدقة في التصاميم، هي التصاميم بدائية يا جماعة الخير، يعني لسه ما انتهت. الصورة اللي بتشوفون قدامكم صور بدائية، يعني لسه ما انتهوا ولسه في عليهم تعديلات كتير. مثل ما شايفين قدامكم عنا هون احد الجراجات الموجودة في اللعبة رح تكون، طبعا هذا الجراج رح يكون فيه له تعديلات خاصة. مثل ما شايفين في عنا هي بعض التريلات، في عنا هي التريلا حاليا شغالين عليها المطورين وخلصوها تقريبا يعني، بس عم يضيفوا اكثر من تريلا واكثر من شكل. بالنسبه للشاحنات مثل ما ورجيناكم اول شيء عنا السكانيا، في عنا هون شاحنه المان، هي شاحنه المان بتكون جاهزه، عرفتوا كيف؟ يعني تصميمها مبدئيا بيكون جاهز، يمكن يتعدل عليهم بالايام القادمه. في عنا اول شيء المان، في عنا المرسيدس الاكتوس الام بي 4. بالنسبه للداف يا جماعه الخير راح تكون في الداف هي الاكس اف، وفي عنا كمان الافيكو اللي شايفينها قدامكم اللي هي الاس واي. طبعا يا جماعه هدول هن الشاحنات اللي حاليا عم يشتغلوا عليهم. طبعا بالنسبه لتصميم شاحنه الاكتروس مثل ما شايفين قدامكم هون كان المطورين عم يشتغلوا على الاكتروس بهذا الشكل، تصميم حلو صراحه وشيء يعني متعوب عليه. بالنسبه للسيارات الموجوده في اللعبه واللي راح تقدر مثلا تشتغل فيها تاكسي او تشتغل فيها منقذ او هيك اشياء، يعني في اللعبه ما راح تكون عم ببدا بس العب شاحنات، لا راح تكون فيها تكاسي
تقدر تسوق سيارة تاكسي توصل فيها ركاب، وبنفس الوقت راح تقدر تنقل بضائع عن طريق فانات صغيرة، يعني كاميون صغير تنقل من عن طريقه صناديق صغيرة أو هيك أشياء. يعني هلا راح أورجيكم كيف. في عنا هون النيسان، هاي شايفين قدامكم، يلي بيعرف موديل هاي السيارة بالضبط يكتب لنا في التعليقات. في عنا سيارة شو اسمه، في عنا هون مثل ما شايفين الكامارو كمان، هي راح تكون أمن، راح تكون سيارات شرطة موجودة في الشوارع مثل ما شايفين قدامكم. وفي عنا كمان يا جماعة الخير اللي هو الفورد ترانزيت، هي على ما أظن هي راح تكون الفان بإمكانك تنقل فيها البضائع اللي بدك توصلها وكذا، إذا ما بدك تسوق شاحنة. شيء خرافي صراحة. هون مثل ما شايفين شاحنة الإسكانيا بهذا الشكل منتهية بالكامل، يعني صارت مصممة بالكامل، بس في عليها بعض الأوامر لازم تصير. فمثل ما شايفين هدول هن بعض الصور بالنسبة لشاحنة الفولفو يا جماعة الخير، شاحنة كتير كتير أسطورية رح تكون على اللعبة طبعا. مثل ما شايفين قدامكم التصميم كتير حلو عليها. وفي عنا هون الفورد الثاني، هاي الفورد رح تكون أكبر من الفورد الأول ورجينا كنيا. هذا الفورد يا جماعة الخير مثل ما قلنا لكم شغلته أنه تنقل فيها مثلا بضائع صغيرة وهيك شغلات، ويمكن أحكي له للمطورين أنه يساونا على مبدأ ميكروباص. كيف يعني ميكروباص؟ يعني راح يكون فيه تنقل ركاب، تنقل يعني تشتغل فيه سيرفيس، عرفتوا كيف؟ فهي الميزه ان شاء الله بركي بيضيفوناها. هون في عنا بهي الصوره انتهاء لشو اسمه التريلات الموجوده في اللعبه، يعني هذا هو النموذج اللي راح يكون، وهي هي الاشياء الموجوده حاليا اللي راح تكون على اللعبه. بالنسبه لبعض الاشياء بعض الاثار والاماكن السياحيه الموجوده في الخريطه او بالمغرب راح تكون في هي الاشكال اللي شايفين قدامكم. في عنا هي البوابه يمكن، وفي عنا يا جماعة الخير هذا المكان يمكن هو عبارة عن مسجد أو هيك شيء شايفين قدامكم، وهذا معلم أثري على ما أظن موجود في المغرب. يعني في كتير أشياء موجودة راح تكون في الأيام القادمة، طبعا هذا الشيء راح يكون بإذن الله بشكل يعني متتالي، عرفتوا كيف؟ يعني في أشياء ما بتقدر تضيفهم بنفس الوقت طبعا، لأن المطورين هن شخصين يا جماعة الخير، الشخصين هدول عم يشتغلوا على اللعبة لحولهم، ما في فاجباري راح يكون في وقت طويل لحتى تطلع اللعبه بشكل كامل. يمكن تتصمم اللعبه وتخلص بشكل كامل بعد سنه، انا هذا الشيء اللي بتوقعه. ان شاء الله يا جماعه الخير راح ينضاف فيها كثير اشياء ثانيه. حكيت للمطورين انه يضيفون لنا سيارات عربيه مثل الكامري، الكورولا، الهونداي، الالنترا، الكيا، الشاص، هالاشياء هي كله راح ينضافوا ان شاء الله، بس شوي شوي. وهذا الشيء لازم نعطي وقته لحتى يصيروا بشكل افضل وافضل. وهلا يا جماعه الخير مثل ما شفتوا بهذا المقطع حكيت لكم عن اللعبه، ان شاء الله يكون عجبتكم، وكتبوا لي رايكم في التعليقات شو بتحبوا ينضاف على اللعبه من سيارات وخرائط وهالاشياء هي، وان شاء الله بيضيفوناهم بالايام القادمه. بس مثل ما قلنا لكم يا جماعه الخير اللعبه لحد الان ما نزلت، يعني رح تنزل بالنسخة البتة بعد 4 شهور أو 5 شهور بالكثير إن شاء الله. وبس من نزلت رح ننزلكم عليها مقطع ونورجيكم إياها بشكل كامل، وطبعا إذا صار في تطورات أكثر على اللعبة هي رح ننزلكم عليها وما رح أقصر معكم. طبعا يا جماعة الخير تحياتي للمطورين، وهلا يا جماعة بتمنى منكم لا تقصروا معنا وصلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسونا من اللايك اشتراك تفعيل زر التصفح تصفحكم كل جديد، وبترككم بأمان الله وسلام.